رجعنا بالحق توا في راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية. نحب نذكر كما استنستوا معنا بستوريات عبسة ترعميم، وكل يوم تتبعوهم معنا الستة متاع العشية من الاثنين للجمعة في اوريجينال يفام، الكونسيبت جديد 100% ديجيتال دو يفام. ستوريات عبسة ترعميم وعلى الباج فيسبوك راديو يفام، على اليوتيوب وعلى السيت يفام.ان. اليوم عبسة تر يحكينا على مسرح روسيني. جادور بيان سور لو تياتر دو روسيني، وحاجه اخرى نحبها زاده خلاص التاري يحكي عليه. اي دونك انا ندعو للمستمعين فوالا اللي باش يتفرجوا باش يقول عبد ستار على تياتر دو روسيني، وندعوهم زاده باش يسمعوا الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها توا الحلاوه برشا تاع فنان تونسي. هذه اغنيه غازي جديده دونك اسمعوها، ادخلوا على الباج على الـ على الـ الباج يوتيوب على الشين يوتيوب تاعو دونك شوفوا شويه. اي وان شاء الله تكون. وقداش ندمت اللي ما خلطتش باش نكون موجوده معك في الكيس. هو انا روس باخذت بوجوه اللي معايا كله، حبيت ان شاء الله موجودين المكياج والشعر والتعب والبوتوكس، وحبيت ننفخ شويه الكاشي شويه. انا نطلب من الناس الكل اللي يسمعوا في الغناء كل واحد يمين دينار كل واحد خذا مش خايف. انا شويه بالنسبه لي بالعكس، اصحابي الكل كانوا كيرو بين الناس الكل حبوا يعملوا معايا جيست، والله فما برشا وخيان قاعدين يبعثوا لي كل واحد كيفاش يغني بطريقته محلاهم. بغازي شو قلت حاجة وانتي نعرف باش تفهمها. انا ديما نقيم فنقيم معناتها نعرف الاغنيه ليش هي الاغنيه اللي كي تسمعها تحس روحك تعرفها، مش معناتها هي مقلده من اغنيه اخرى اما تحس روحك بتسمعها اغنيتك هذه هكاك تحس روحك تعرفها وعندك نوستالجي كي تسمعها. سيبرين هذه انطباعات تقريبا الناس الكل، ونحب تحيه للناس اللي يعيشوا في الغربه اللي هما تفاعلوا مع الاغنيه تفاعل كبير، وذاك علاش هي عملت برشا فيو في النهار الاولاني. الحمد لله وان شاء الله تعجب الناس، هذه هي الاساس تاع كل خدمه. هذا الاهم ان شاء الله. الرقم اللي يتصلوا به الامريكان 650 الف مره يوميا تاع الكوفيد، شنو الرقم؟ ذاك الرقم اللي 0374 4000 037 نمرو ترامب يوسعوا له في باله. ترامب اللي صدق اخيرا انه لم ينتخب للفتره الثانيه. يلا هو رقم ظهر من منذ سنه 1968. حسب تايم ماجازين الرقم هذا يستقبل بمعدل 650 الف مكالمه في 2020. نتاع الخطر كي يبدا عندك استقبل العنف الزوجي emergency yeah that's a number 911 هو رقم الهاتف تاع الطوارئ، ونقول الرقم هذا هو من اكثر لي نيميرو دابيل دورجونس اللي يخدموا في العالم الكل. ما يعني ما عمرك ما تلقاه، معناها صعيب باش تلقاه ما حد ما يجاوبك ولا تطلب تلقاه اوكيبي ولا يخرج لك اللي تنقب لذنك اللي هذيك. ودايور تقنيا اللي ليني هذا مربوطين باللي ساتيليت برشا افلام تعاملوا على الخدمه ذي، منهم مثلا ذا كول 2013 من اخراج براد اندرسون اللي تمثل فيه هالبيري في دور جوردن تورنر اللي تتلقى اتصال غريب يخليها تنقذ طفله من الموت. نحب نحيي الناس كل اللي يسمعونا وكذلك اللي يسمعوا لي روديف نتاعنا الصباح بكري يبداو ماشيين في عديد المدن الاوروبيه. انا يبعثوا لي خاطر نبدا نتخيل في ليماج، فما يكون يقول لك راهو في زيرو موان دو دوغري ونبدا في ثنيات المانيا ولا في ثنيات فرنسا نبدا ماشي للخدمه ونبدا نسمع فيكم في الغديف الصباح بكري، فمرحبا بهم الكل وكذلك في كل ربوع تونس. مرحبا بالناس اللي تسمع. نحيي هالبوري بطلت فيلم هذاك. انا ساعات نسكت خير سامي معاك هالبيري. عندك حاجه ضد هالبيري؟ لا ما عنديش. انا نحب هالبيري. عندي حاجه ضد التعليقات من نوعها هذا. ربي صبرك يا سامي ربي صبرك. ربي صبرك سامي. والنمر ولا ساهل برشا، عنده 20 سنه ولا ساهل برشا. 911 911 ديجا يا فما فوترا فيك مره اخرى. اوراقك حاضرين وامورك واضحه. يا الله علاش ما تاخذش بحذنا؟ والله يسهل لك والله. سامحوني انا اكتشفت وقت اللي ما نخدمش ونخرج نقول سي فري هذاك علاش تفتقد ناس. فوالا وي ناس لازم تكون موجوده بارتو يا ناس. اسمع مره انا ما نخدمش وباش ندور الدوره ما نعرفش يا دوره المطار يا دوره الشرقيه. هي قالت لك ما تدورش. لا وقعدت نستنى وقفت خاطر قلت توا ان فوترافيك وربع باش نعرف روحي منين الشرقيه ولا المطار. يا اخي بالرسم اعطتني المعلومه فوت طلعت صحيحه. لا ما هو الناس ولا اذكى من هكا شرى هليكوبتر صغيره باش لا باسب كي كان عنده كرهبه. كان علي تفكرني هو نوع عرفت شمتها وعندك درجين لعب زاد سيد ليمور نوار هذا.
انا معاني مغلوبه بصراحه. يلا ايناس يا فهم انفو ترافيك. اي اف ام انفو ترافيك. عسلامة ومرحبا بكم من جديد على يافين في تونس. الضغط مازال على جي بي 8 من شرقية لبرج الباكوش، على الغوتيك زاد الحركة رزينة برشا نيفو حي التحرير، على الإكس 2 فما تعطيل يبدا من ميتويل فيل في اتجاه المنزه، الحركة مازالت رزينة في شارع عبد العزيز الثعالبي نيفو المنزه 9، فما اكتظاظ في شارع محمد الخامس للي جاي من بلاس باستور في اتجاه الباساج، فما زاد ضغط في شارع 9 افريل نيفو باب سويقة في اتجاه باب سعدون، فما اكتظاظ في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رون بوان ليسكال، في شارع الحبيب بورقيبة فما تعطيل نيفو ستاد المنزه في اتجاه المنزه 4، على جي بي 10 الحركه معطله في سيدي داوود نيفو المركز التجاري في اتجاه رون بوان سبيتال مونجي سليم، على الاير 23 فما ضغط صغير نيفو الغولي في اتجاه قامرت، على جي بي 7 الحركه رزينه للي جايين من باردو في اتجاه منوبه نيفو سان كليمون، الحركه معطله على جي بي 5 للي جايين من فامارس في اتجاه باردو، فما تعطيل زاده على جي بي 5 من الجهه الاخرى للي جايين من دندان في اتجاه خزندار، فما اكتظاظ في دخله العوينه في اتجاه سكره، الحركه رزينه شويه في لاك 2 نيفو سفارت امريكا، فما بوتياج على الاير 33 اللي جايين من لاك 2 في اتجاه الكرام، و فما زاد تعطيل في خارج تونس الجنوبيه من لوتوروت ا ان نيفو منصف بي، سينو الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما في ترافيك، واللي عنده اي معلومات تهم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه، اساسوا روحكم في الكياس وطريق سليمه للناس الكل. حاتم بالحاج يحاوط النهار. اي خويا انا كمواطن زاد ما عنديش الحق نحي لي خطيه ب 99%. في ساعه باسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمه تونسيه انا معناها تعجبني برشا، هي التزأبق. هم قاعدين يتزأبقون وهاكم تراو معناها فريمون عاصمه التزأبق في العالم هي موجوده في مجلس النواب باردو. اي اف ام احلى راديو. البنك العربي لتونس ATB يجيكم اليوم بروح جديدة. Avec une nouvelle vision وبطموحات كبيرة. Un nouvel élan pour l'écoute, le dynamisme et le partenariat. هدفنا نرافقوكم باش نواجهوا التحديات مع بعضنا. Suivez notre nouvel élan sur ATB.tn. ولا اتصلوا بأقرب فرع ATB. يسير لابليكاسيون موبيل اللي تسهلك ديبلاسموناتك باحسن سوم. اليوم جابت المستمعي اي اف ام اعز زفار كماندي تاكسي يجيك وين ما تحب وقت ما تحب في تونس الكبرى وباحسن سوم. وزيد كي تكتيفي الكود برومو اي اف ام تتمتع برميز بقيمه 40% على سوم الكورسه. مازال كي تستعمل الكود اي اف ام تدخل في القرعه باش تربح ان سمارت فون. يسير رانا لهنا وباحسن سوم في تونس. للسبعة يفن راسين كاري سيني بالنور. رجعنا في راسين كاري اليوم معنا غازي وأنس وفرح. شكونوا اللي قال أو تنسب له الجملة ذي؟ إذا أردت قتل حلم كبير فاخبره لذوي العقول الصغيرة. إذا أردت قتل حلم كبير فأخبره لذوي العقول الصغيرة. If you want to kill a big dream tell it to a small-minded person. مارتن لوثر كينج. بالانجليزي صح خاطر مولاها مارتن لوثر كينج من مواليد 57، هو من اشهر الاعلاميين الامريكيين، مقدم تلفزي واذاعي وممثل وفكاهي. فكاهي بالحق. شو اسمه بالمرايه؟ شو هذاك اللي عنده درا شنو؟ بدا مسيرته في الاعلام منذ 1980، كانت بداياته بالستاند اب، حتى بعد عمل السيري نتاعو ذا بيل كوسبي. لا معروف راهو اسمه لقب شو ما بين 96 و 2006. شارك كونتر تون عمل فين في فيلم ذا اوريجينال كينجز اوف كوميدي من اخراج سبايك لي. يقدم في الاذاعه البرنامج الصباحي ستيف حاجه شو هو ستيف هارفي. ستيف هارفي شو ذا ستيف هارفي مورنينج شو في الاذاعه عام 2012. مثل في فيلم Think Like a Man. بالنسبة للبرامج التلفزية أشهر برنامج لي هو Family Feud اللي هو تقريبا نفس برنامج كريم الغربي اللي تقدمه في الحوار التونسي واللي هي النسخة التونسية منه. دونك اللي هو هذه اللي عامله الكل تحية زميلك كريم الغربي. أي تحية كريم. علاش عندك لقم فيها الحكاية؟ لا علاش خذيت هكا تحية خاطر زميلك و نحبه برشا. نجم تحيي زملائك جدد انت تحيه
تعيب رهينا جميل الشيحي نزار مرزوق دقائي كل جينا هاشي توفيق البحري تطول جميل الشيحي معاكم ليه مازال جميل خلتهم تحيتنا ليها تمويه غريبة وحي كل شيء قال المحامين معش حي فيهم جمهور جديما حي المحامين هذيك عائلتي الأولى ذيك على خاطر أنا نعرف عليش عليش مش توه قلت بيه يعني شكون حارس المرمى اللي بسبب حارس مرمى اخر ماهوش جوفاني قال لي يوم نهار حارس المرمى اللي بسبب غلطه في كاس العالم 1950 قعدوا يعاقبوا فيه حتى الوفاه يعني لمده 50 سنه باي هو حارس مرمى عاش ما بين 1921 و2000 اكثر حادثه يتشهر بها هي الفينال كاس العالم 50 مباراة جامعة اليوراغواي بالبرازيل اللي يعتبروه هو المسؤول الأول عن خسارة البرازيل هو حارس المنتخب البرازيلي مواسير باربوزا ناشيمنتو المباراة هذه كانت نتيجتها 1-1 وذاك المطلوب وقتها للبرازيل كان ماتش واحد نول يخليها تكون بطلة العالم أما في الدقيقة 79 عفوا فما مهاجم تاع المنتخب اليوراغواي تسرب من الجهة اليمين وتخلي منطقة الجزاء سدد في الزاوية الضيقة للحارس وقتها الجارديان إسرائيل اللاعب بشي سنتر خرج من الخط نتاعه سجل الهدف خسرت البرازيل الحارس حملوه مسؤولية الهدف وتهمته الجماهير بالتقصير معناها في الكوميونيكاسيون اللي هو العلم اللي هو مش جديد برشا ولكنه توا ولا لازم يكون موجود في حياة الإنسان لأنه يسهل لك برشا حاجات يقول لك شوف الناس كيفاش تنسى شنو أنت عملت البوزيتيف الكل وكي الغلطة ذيك يتذكروها لك هي معناها فاتال غلط من غلط في بالك هذيك المقابلة ما كامل المشكلة أنه قاعد حياته كاملة باع منذ 1950 وحتى 2000 هو يدفع في ثمن الغلطة ذي منبوذ اجتماعيا رياضيا وصلوا منعوه من أنه يحضر أصلا للتدريبات على المنتخب عام 93 باش ما يجلبش النحس للفريق هذيك المقابلة أكبر كارثة في تاريخ يحملها الشعب البرازيلي تعرف شنو سامي هذيك عبيد ما حضروش عليها ويعتبروها النقطة الكحلة ريت فما خسارة كبيرة برشا البرازيل وألمانيا في ماراكانا زاد سبعة وشنو عملوا العشرة الاخرين باش يمنعوا الفريق من الهزيمة لا ياما لازمك تعرف لازمك تعرف شنو هي هذيك انت هذيك في الماراكانا وقت الماراكانا اسكو هل يستحق باش يكون منبوذ اجتماعيا لمده 50 سنة في ماراكانا وقت الماراكانا تعرف قد يحضروا فيه مش 100,000 كيما ماتش المانيا 200,000 وقت الماراكانا يهز فمش كريسي والعباد واقفة 200,000 وداخلين هزين كوب دي مون انت مع انه يقعد منبوذ في تونس صارت راهو العبيد فما برشا فما غلطه مشهوره عام 94 عماد الميزوري وقتها رجع 94 وقعدوا يلوموا عليه برشا فهمتني في فما برافو سيتي ان كرون جوور اي ان بون جو ان تري بون ديفونسور فما البلبولي الغلطه اللي عملناها في كوب دافريك ضد الكاميرون اللي سايب الكره بيده فما غلطه برشا تحاسبوا عليها كونتر انا ريت الغلطه هذيك تو اللي صارت عام 50 كي تجي تحسب انت بعد تلقى 54 البرازيل هز 58 البرازيل هز معناها الغلطه هذيك شو شنو استفادوا منها في المستقبل اي فوالا لي كوب دي موند نتاع البرازيل الاولانيه اللي فيها باش تحاسب عبد على غلطه في ماتش ما فماش بلي سورتو كي تخرج من الكادر سبورتيف توا تعرف توا الغلطه ولاو يتحملوها ليكيب كامله ما عادش خاطر هو شاد اونجل فيرمي وتماركيت وصاي اما البرازيل بالحق توا يحكيوا عليها خاطر ما عنديش حتى عام تفرجت في البيين عاملين معناها نص ساعه يحكيوا على الفينال بتاع الكوب دي موند داخلين باش يربحوا لا اون بليس فما الكوب دي موند اللي تلعبت في الاوروغواي اللي تلعبت في الاوروغواي واللي هزتها الاوروغواي هذيك اليوروغواي الور لا علاش عندهم بيناتهم ياسر بلي بين جيران اليوروغواي ريفاليتي فما ريفاليتي اونتر اليوروغواي البرازيل واليوروغواي الارجنتين اليوروغواي هزتها كيما نقولوا فسامحني في الكلمه بالتونسي بالغوره معناتها العباد والعباد باش تضرب وما خلوهمش يرقدوا ما عملوهمش وصلوا كوب دي موند هذيك وهدوا جوارات نتاع الارجنتين وقتها دونك هما في البرازيل على اساس البرازيل ساعه اقوى برشا من اليوروغواي دو ان اي دو في بلادها اي دو تروا نيو اللي كان فيها دونك
الصدمه جاتهم كيفاش خسروا من مضاعفه الصدمه. فهمتني كيما قولوا سامحني في الكلمه مثلا شبيك ياسر تعتذر على ابو فلانتك تخسر ضد ما نعرفش انا مايوركا ولا كيب فهمتني ولا البارسا تخدم كيما خسرت كونتر كاديش الجمعه هذه فهمتني دوك هذيك هي ما البارسا تعيش في اي ولكن ولكن لكن انه يكون منبوذ اجتماعي لمده 50 سنه انا ذا اللي قعد الكره خايبه الكره خايبه لا والكره في البرازيل سورتو طبعا ما نتصورش بلاد اخرى 50 سنه يقعدوا عاملين هالو برشا عرفت كما قال قبيله انا سي دي انا ما نعرفش الغلطات الكبيره هذوما ما ساعات كي نتبع في ناس يحبوا الكوره تبدا تفرج يا فلان معلم زايد نعم بوزينك معلم بعد درج يعني تي بي تي خرجوا بي حاشاكم معناتها عرفت وصلت اللطف راه والناس راه وصلت كولومبيا فوالا باش نقولها المدافع هذاك اسكوبار هذاك اسكوبار يروح الكولومبيا يصير فيه يصير هذاك لكن داخله باهي كونتكست هذاك زاد اي بورتون وقتها كيب مغولة راهو باهي عامله كيب باهي باهي عديد ال جاو جماعه كره سيمين تعداو يلا جماعه كره هموني نغزر لهم شنو هي الهرمون المسؤول على تعديل الميتابوليزم نتاع الجسم في عنا فما هرمون اللي هو مسؤول على تعديل الميتابوليزم هرمون بروتيني يعتبروه العلماء المختصين المسؤول الاول على الضعف ولا السمنه عند الانسان هو خاطر مسؤول اولا على تنظيم استهلاك الطاقه والشهيه للانسان ذي 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 قداش نكره ولا ما يعاون شو اسمه باهي تكره شو اسمه كي تعاونها تقول له نقص لي شويه زيدني يعني التو نتاعو في الدم بروبورسيونيل التو نتاع الشحم في البدن يتسمى هرمون هذا هرمون الشبع يتم انتاجه من خلال الخلايا الدهنيه وقت اللي يكون فما خلل في العمل نتاعو وقتها في اغلب الحالات يصاب الانسان بالسمنه وذاك علاش باش نحافظوا على معدل الهرمون هذا اللي لازم نتجنبه أن ناكلوا الحاجات غنية بدهون يا غازي واللي ماهيش صحية وكذلك السكريات أنا كنت تقول لي أنا نقول لك راه السكريات أنا وياهم مانيش حباب الكل لا وقبيلة تحكي لي في الفاست فود هي ما بالحق احنا مشكلتنا أنا كغازي أنا مشكلتي كبرشا ارتيستوات الماكلة عندي في الليل ايوه هذاك اللي غير منصوح به في النهار براتيكمون من ناكل الجمله ونزل برشا ناس ينظموا وياكلوا حاجات اللي هي كان جيت منظم في الماكل انا راني نوزن 63 انا مشكلتي حاجه اخرى غير اسمه الهرمون يا ولدي مشكلتي اللي فما شكون ياكل ما يسمنش انا نشم الماكله نسمع اي فما ناس كيما قال لك هذاك الهرمون يخدم برشا اسمه الهرمون اسمه الليبتين ليبتين لا ليبتين يخدم على الاخر عند الساده الجماعه اللي ليبتين فين ولا فين ولا فين سيرتو فايصل ليبتيني شنو هذا؟ تعرفوش ما نعرفش مسؤول عن الهرمونات اللي فيها اسمع فما حاجه شفتها ليمات تعرفش كي نشوفوها هي دعايه للمنتوج ريستورون في تونس ولا فاست فود وكل عامل حاجه يحب ديما كونكورونس بين ناس شكون ياكل اكثر فما طفله كي تشوفها اسمها غيداء شوفها بدنها فريمون ما عندهاش زايد 60 كيلو وكي تحطها قدام الناس هكا اللي تاكلوا تبارك الله عليها كلات ساندويتش ميت برشا برشا بالفريت نتاعو وبالوقت وي مينوت 10 دقائق الطفله هذه فريمون معناتها تنجم تدخل حتى في دي كومبيتيسيون انترناسيونال في الناس اللي يعرفوا في تونس في تونس اسمع وكي تشوفها سامي وكملت الساندويتش هذه في 8 مينوت يظهر كملت والوغ 10 دقائق 10 دقائق هما 20 مينوت ما بالسيف ما خرجوا منه ووقفت عملت جونغ غون تيكار في الهواء باش توري قداش الماكله ما افتقدش فريمون تبارك عليها حقنا نجيبوها مثلا ولا فريمون اون ديكوفيرت اي 6:30 عزت علي نفسي هذه ذكرى نرجع بعد شويه اي اف ام غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم
محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مادي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا لي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا ضمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مادي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا لي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. غاسين كاري جديدة على إي إف إم من 5 للسبعة متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في غاسين كاري، كنا نسمع ذكرى عزت علي نفسي، يظهر لي هذه ذكرى 2 ولا ذكرى 3 في الألبومات الخليجية لهذا الصوت الخارق. وكنا نحكيه شوية في الأوف على الموسيقى طريقة التغيير متاعها في العالم كامل، بما أنه في تونس في الشرق في عديد البلدان تبدلت الموسيقى وتبدلت أصواتها وتبدل كلامها وتبدلوا الناس اللي هما يقبلوا زادة البرودوي موسيقال، لأنه كأنه فما حاجة صارت في أنه ألبومات كلاسيكية لمتربين كبار ما عادش تسمع بيهم، يعني ما عادش ترى الناس مثلا ملهوفة على اقتناء الألبوم تقبل الجديد وكليبات ما عادش ولا توا ساعة الكليب
تنجم تعمله حتى ب 750 دينار، تنجم تعمل كليب محترم مرة. ها والله عندك تليفون ممتاز كجدك هيك كجينا احنا قبل لك راهو عندي شاتو في مصر مثلا فليساتي كامله حديدها في الكليبات وحديدها في شنو الموسيقى تبدلت توا والحاجه اللي المسؤوليه كبيره على الفنانين من جيلك انت غازي واللي هما مش في تونس بركه في الشرق زاده اللي هما يلوجوا يعني كومون سو كومبورتي بطريقه موسيقيه ملائمه مع العصر هذا. وي هو تعرف فما ناس معينه قاعده معناها انا نقول واحد وقت اللي يتماشى مع عصره راهو زاد ذكاء. طبعا. لانه انا وقت اللي نشوف عمرو ذياب من الاول سبينا قلنا ما يعرفش يغني. توا ايفينمون يستناوه الناس كل شغل. هو توا قاعد يلعب التوندونس لانه هو فهم اللي الموزيكا ماشيه فهم اللعبه من الاول وماشيه في الناس اخرى وراه فما زوز ولا ثلاثه تبعوه. وانا وقت اللي هبطت 2003 هبطت ما حدش بياخذ غير نصيبه غنية حلوه برشا هبطت معايا محمد حمائي وقت محمد حمائي مازال في بدايته كان كورال معانا ومازال جديد ونعرف برشا حاجات الغنية هذيك كسرت الدنيا الغنية هذيك نسيتها كفايه انا ما وقتها بتضحك طيب اي فوالا بتضحك وقت اللي سمعناه قلنا شنو غنية غربي وعملها له وقتها مطارق مذكور وجاي من الجو نتاع عمرو ذياب الناس كل قالت كيفاه اي بورتون خاطر يغني بالكدا حمائي فهمت الناس كل داشت وفي الاخر بكل شيء الاغنيه اللي نجحت في 2003 اغنيه هذيك معناها التوندونس نتاع الموزيكا والسونوريتي الغربي معناها انا يظل الغرب زاد عنده يد كبيره في انه يحب يطمس هذا الكل الحقيقه معناها وقت اللي راه انا موزيكا غربي معناها السيمبوز بهك الطريقه هذيك من 20 سنه تفهم اللي اي وراها برشا خدمه برشا موسيقى غربي راي استعمال التقنيات الغربيه ففرق ما بين موسيقى حتى الميلودي حتى الميلودي جست حاجه برك انا نتفكر ام كلثوم كي دخلوا لها في التخت نتاعها ما حبتش من الاول خليني دخلوا الجيتار ودخلوا لورك لا حتى الميلودي احنا نحكيو سامحوني خليني نجاوبك جواب بسيط جدا باش تفهم بيه كل البواتاريت وغيره ام كلثوم وقت اللي دخلت الالات الغربي دخلت الجيتار الكتريك واللورك تاقلموا مع الشرقي لانه حتى اللورك ويعمل في دي سولو شرقي والموسيقى الكل اما وقت اللي انت تو تنحي عمرو ذياب صوته بالعربي وتحط واحد يغني باللونجليزي كيف نفس الشيء ماشيه فهمت يعني الربع متنحي بريسك والالات الشرقيه الخمول يعني الميلودي غربيه الميلودي غربي والمقامات غربيه والالات المستعمله غربيه وقت اللي يغلى ليسانس برشا واحد يسالوه يقولوا غلى برشا يقول له انا ما عنديش مشكله نصب 20 دينار سامي بن نور هكاك يقولوا له تغير الموسيقى برشا يقول ما عندي حتى مشكله نسمع ذكرى وما عندي ذكرى دونك انا ان توكا انا نحب الناس اللي يغنيوا بالكدا احساسهم يوصلني يغني هندي باكستاني يا يوصلني الاحساس ديجا اللي نحبهم الكلهم يغنيوا بالكدا يونيفرسال لا ميوزيك دونك هذا جست سالته تقنيا كيفاش انه اليوم المستمع المتلقي تبدل وتغير وكل شيء يتغير معناها كما قلت لك الغنيات اليوم يتعاملوا اقل ما يمكن حتى في استوديوات اليوم يدخلوا لها لي رابور وغيرهم التوندونس معناها ماهمش غاليين شوف ما عادش يجيبوا في موسيقيين ولات كل شيء يحل الكيوبيز نتاعه ويشري الريتم على الجايد هذاك يشريه على اليوتيوب هذاك كل شيء موجود اي حاجه تحطها في الكلافيه تلقاها موجوده ما عادش استوديو احنا كنا قبل تاخذ استوديو حبل وفرقه اذاعه تدخل كلها ساعات اللي يغني لايف مثلا عندك اغاني فيهم 15 20 واحد تخيل انت 20 كمانجه باش يحفظوا وكيفاش باش يعملوا انا نقول حاجه مثلا ناخذوا في الاستوديو اليوم اليوم مثلا هو التطور التكنولوجي وتاخذ احسن مثال هو التليفون البورتابل ما زلت عندك مصورة نوميريك كنت قبل سنة اكسسوار طيارة ما لازمك تكون ما عندك وإذا كان عندك لك أنت محظوظ كي تسافر ولا يعجبوك بقايا لازمك تصور بالمصورة نوميريك ولازم كل ما البيكسل نتاعها زاد وكل ما كانت سومها أغلى اليوم في أي تليفون ب 200 ألف طرقة المصورة افيك البيكسليزاسيون نتاع التصويرة محترمة يعني التكنولوجيا غيرت في هذا الكل اي تون ميو بور لي جون اللي هما يسادابت معاها سامي بور معناها ريزومي معناها اللي قلناه راهو زاد الجمله الموسيقيه الباهيه راهي مهمه برشا
معناها تتأجم تتأقلم في التوزيع مع الشرقي مع القديم مع الجديد. المهم الجمل الموسيقية زادة لو فون يكون موجود ولا تكون على الأقل متناسقة ومتكاملة. تتذكر قبل مثلا في الشان اللي هما على الساتيليت يعني روتانا وغيره حضور وحضرتش عامل فينا الكليبات كانت حدث يخرج ألبوم كان حدث. اليوم يخرجوا ألبومات المطربين معناها تواسة وعرب وغيره تسمع بها حتى حد حتى حد ما يحفظ حتى غنية يعني. أعطيني آخر غنية الأصالة مثلا أعطيني آخر غنية الصابر أعطيني آخر غنية كاظم الساهر. فما حاجة في الشرق في الشرق في الشرق مازالوا شوية شوية مازالوا لأنه وقت اللي تشوف أنت كمية الحفلات محطوط على كريمة ولا شنو هذاك هو السكسي بتاع 2020 لكن اسمع هذايا سور مالوريزمون هذايا سور اللي في الحفلات فما عود البنات زاد عود البنات فوالا. ما هو توا أنت وقت اللي نجي نقول لك أنا فما حفلات في السعودية مثلا أنا كان نقول لك قداش يخصوا المطربين الكبار تو 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 هذاك كلاسيك غازي لا معناها كأنك تقول لي الحفلات الكبيرة كأنك تقول لي مثلا بافاروتي ولا 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 حد في حفله هذيك القيمه الثابته قيمة لا ثابتة لا حفلات كبيره. ولكن كي تجي تقول لي انت هو محطوط على كريمه اللي هو يعني يقول لي فما واحد اخر زاد الجسم يعمل تبتبه مثلا تسمع بها تبتبه فما ديت يوصل يوصل يجي يغني في تونس في حفلات ويمشي لبلدان اخرى معناها نجاح. شوف انا ما نحبش نكون ضدكم ما نحبش ضد التيار اما هو جا غنى لان ضد التيار غنى راه في اليونايتد كلوب اللي مثلا اصالة اللي قلت عليها سامحني سامي نسالك سؤال اسكو اصالة نجم تجيبها تحطها في ستة نايت كلوب تدور بها في الليل مستحيل. انا مطربين كبار في نايت كلوب ريت ملحم بركات في نايت كلوب لا لا ملحم بركات زاد راغب عليهم ما ادراك لا ملحم وراغب زاد ما مش هكا راهو في نايت كلوب نحكيكم عليهم انا تو نتاع تو راهو معلم تو يجي الناس كل بالواقفه والناس كل مع بيتش بارتي مثلا وعلى البحر ماضي ساعه نتاع ما يويت راغب عليهم لكن تو مش تصور اللي بعثهم لك هذوك كاليتي اخرى نتاع قام مختلف الحقيقه اللي قام به اللي اللي جاو هذوما اللي غناو جدد جاو حسام خليل هو المانجر حسام جابهم وشوف وصلوا عملوا على البحر شويه على الشط هذا ومن بعد نقلوا للشط الاخر معناها هذوليو بحذاه معناها الباب قول وين جيت الماس تاع التوانسه يمشيوا للناس البلدان. واحد من لي فاريتي تاع الملح نلقاو الملح الوردي منين يجي؟ هيمالايا لو سيل روز دو ليمالايا من الباكستان هو أنقى أنواع الملح. وأنا شفت مرة روبورتاج مذهل ل معناها مجازان سيت في واحدة من العواصم المجازان تقول مجازان تبيع لي بيجو وهي تبيع الملح شو يعملوا بيه؟ واحد يجيب الملح راهو الملح أنواع الملح أنواع افيك أي 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 في الاخر الشربة يعني بطريقة غريبة بصراحة هو هذا من شربة ملح تونس وبعد طيب شربة بملح هذا شكون صحيح شكون صحيح ينجم صحيح تصدق حاجة الملح ماذا بيا من راه الجملة ينجم صحيح يكون خير تعوضوا بالقارص حاجة باهية. من انقى انواع الملح اللي اكتشفوه 325 سنة قبل الميلاد وقت اللي الكسندر الاكبر تعدى من المنطقة الموجودة فيها الملح هذا باش يرتاح من اللي تروب نتاعو واكتشف وقتها لي روش في البقايا عاديه دونك مالحين حب لهم حتى لسنه 1872 باش يوليو يستغلوا الملح هذا في التجاره وكان البريطانيين هما اللي بداوا في استخراجه. بالنسبه للون الوردي جي من اللي تغمرت احواض الملح في الهيمالايا بالحمم البركانيه اللي تفسر الاحمر والابيض يعطيك ان غوز حكايه 200 مليون سنه التالي وقتها قعد الملح مدفون تحتها الاف السنين ودايور هذا اللي حماه من التلوث وخلاه من اغلى انواع الملح وانقاها في العالم وهو يجلب الانتباه بسبب الفاريتي نتاع لي كومبوزون نتاعو في تقريبا 80 معدن مختلف. هاو الفرق سي غازي بوتاسيوم كالسيوم زنك فوسفور حديد اما في الحقيقه ما يختلفش برشا على الملح العادي من ناحيه القيمه الغذائيه. عندهم غادي في باكستان معروف عندهم حزب ائتلاف الملح الباكستاني اللي طالب معناتها باسترجاع الثروات نتاع الملح الوردي. شنو نحطوه تحت اي خانه؟ نحكي لك في قول لي الخانات وين نحط تحته مش مانيش نعمل في الخانات هذه الحقيقه نتاع الملح نعمل في الفازات نعمل يلا ايناس يا فما فو ترافيك اي اف ام انفو ترافيك
عسلامة ومرحبا بكم من جديد على يافين. في تونس الحركة مازالت رزينة على الأوتوروت A1 في اتجاه حمامات نيفو المركب باتجاه الجديد بسبب الأكسيدون اللي صار قبيلة شوية، دونك ما تقعدوش تتفرجوا، خليوا الباساج للحماية تخدم خدمتها، ما تجيوش في الكياس. سينو التعطيل مازال على جي بي 8 من الشرقية ويتواصل حتى برج الباكوش. فما زاد اكتظاظ في شارع الهيدي كراي نيفو سونتر أوربانور في اتجاه الروتيكس. على الإكس 2 فما ضغط اللي جايين من ميتويل فيل في اتجاه المنزه. الحركة رزينة في شارع صالح بن يوسف نيفو المنار 2. فما ضغط في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزه 8 في اتجاه النصر. على جي بي 5 مازال فما اكتظاظ للي جايين من فامارس في اتجاه برج باردو. ترجع الحركه رزينه برشا على جي بي 5 من باردو لخزندار. من جهه اخرى فما تعطيل للي جايين من الدندان في اتجاه خزندار. على الغوتيكس الحركه رزينه للي جايين من كامبوس المنار في اتجاه 5 كليمون. على جي بي 7 فما ضغط نيفو كوليج بيلوت منوبه في اتجاه الدندان. الحركه مازالت معطله في دخله العوينه في اتجاه سكرى. في لاك 2 مازال فما ضغط نيفو سفارت امريكا. على جي بي 9 الحركه رزينه في اتجاه المرسى نيفو عين زغوين. وفي المروج فما اكتظاظ نيفو الباركور دو سونتي للي جايين من لوتوروت A1. الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يافام فو ترافيك، واللي عنده اي معلومه تهم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. اسيسوا روحكم في الكياس وطريق سلامه للناس الكل. EFM السبعة متاع العشية نحكي وسبور. حرقة جماعية من الشابة إلى إطار احتجاجا على قرار متاع تجميد النشاط. أما مرة بسبسين وعليه هذا الكل وفيكنا تمش تحرق ذيك وماشي إيطاليا وقل كومستاي بين والمدرب التونسي كفة ونعرف كفة يا أخوان. ماركو سيموني على سبيل المثال غلطة العصر. سبور بلوس كل نهار اثنين ثلاثة خميس وجمعة. تحترم صحابك عطوق ما أدراك عمره ما قال عليه الشتيري ما لعبنيش في الكوب ديمون. كل يوم الحل نلقى هذه سب في هذا وذا متاع مع هذا وذا قال هذا والاخر باش يحرق والاخر قال له نحي الحصانه وريني روحك والاخر قال له ليه كر هنا في الكوره. سبور بلوس مع ايمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. اي اف ام احلى راديو. بنات اللي نحبوها حتى في الشتاء نسخنوها وكريم دي سرديشه نتبنوها. غسيت سهلة وبنينة. تاخدوا دانيت شوكولا نوازيت ولا فاني، صبوها في كسرونة وعلى نار هادية تحركوها، وفي ظرف 3 دقائق تستمتعوا ببنة دانيت سخونة. دانيت بنة الشوكولاتة سخونة ومنفعة 70% حليب. دانيت تدفي اللمة. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة يافام غاسين كاريو ساجي بنور. رجعنا في راسين كاري. نزيدكم سؤال ولا زيدنا ولا ندور لكيس وحكايتك ايه؟ بس عدينا مو ثلاثة أسئلة أخرين. لا سؤال واحد برشا عليك ثلاثة. زيدنا ولا زيدنا سامي اليوم محلاهم ما سألتك سي سامي شنو الفيلم؟ غني أنت مالي عملت أغنية هذايا سيي مكتفي بنسبة المشاهدة العالية والفيوز على اليوتيوب. نحب نعاود نغنيكم الأغنية نعمل عليها مدركاج. نحب ما سمعنا حاجة سي انكرويال. باهي حاضر. شنو الفيلم اللي ربح التانيث الذهبي لسنة 2012 علما أنه من إخراج السنغالي موسى توري؟ وينك يا إبراهيم؟ طيب الدورة 24 من أيام قرطاج السينمائية التانيث الذهبي ل كان من الأفلام المنافسة في مهرجان كان كذلك. كان فيلم فرنسي سنغالي من إخراج موسى توري يحكي على رجل وامرأة غادروا السنغال على متن قارب باش يتجهوا لجزر الكناري. وفي الطريق تعترضهم عاصفة كبيرة ويتعرضوا لصعوبات وأعطاب في القارب متاحهم، وفي الأخر تنقذهم البحرية الإسبانية واللي منعوا رجعوا بعد أيامات إكسبولسي البلادهم. مش راجل مراكها ولكن مجموعة. الفيلم هذا الاسم متاعه نغمال ما اسم القارب اللي أنا ما نعرفوش. اسم القارب أنا ما نعرفوش. بيورغ. اسم القارب تانيك وبيورغ بيروغ سمح لي. اسم القارب هو بيورغ حاجة أخرى. بيروغ اسم القارب. يلا 56 دقيقة الآن في تونس. ومات في نيويورك. اللي قتله ولا معروف تلموه معروف جون لينون. حتى اللي قتله هو معناتها ولا فان بيه. فان بيه اللي هو شوبمان ولا حاجة هكا معناتها اسمه. تلموه هذا هي ومن الحب ما قتل.
دونك تحية قلتهم كل لي جان اي تحية هذا من الحب تحية ليروح جان لينا تحية ليروح فنان كبير أهم الفنانين في القرن العشرين من أهم أي من أهم خاطر هو كان أهم من حتى لين طلع له مايكل معناتها خاطر هو ثاني فما مهمين لا هو جاء في الكلاسمون بتاع اهم الفنانين في القرن العشرين جاء في المرتبه وين تحط وين تحط برينس وين تحط جورج مايكل وين تحط جون بعد جون لينون عشان ايش يعني رولينج ستونز وفرانك سيناترا هو جاء في المرتبه جو كوكر وغيره يلا فرح ألوغ سؤالي بما أنه أنا أسأل سؤالي اللي هو المعد متاعي يبعث لي ديما على شنو اللي صار في مثل هذا اليوم اللي هو الوالد الحي تحية لي ربي فضله ما تحرق حرقني ذكا ليش إجابة فيسة ما تفاجأتش الإجابة فيسة هكا تفاجأت أي بس أنا عندي إجابات سريعة هكا لا 40 سنة راهو معناتها خاطر فوالا أنا نتخيل عمره 40 سنة وقتها Je croyais qu'il avait 40 ans وقت اللي يمكن يما هو عام 80 هو خاطر 80 وبتحسب 2020 الا 80 يجيو 40 آه آه سبحان الله دونك الميساج الموالي شنو عشان اليوم في الدار خاطر والله بعد ما بعث لي سؤال بعث لي سوسوا في العشاء لا ما هو علاش بعث ولا عنده علاقه بحلقتنا سينو ماهوش كل يوم يبعث لي المنيو هو دونك هو بعث لي سؤال اليوم وبقى لي سوسوا في المنار عنده ماشي. علاقة بالإسئلة في أي. حاجة العدس شربة عدس برافو خزي لا عاد برشا لا أنت بتهرقي خلاص والله أنت بتهرقي أي بهرق أحيانا سؤالك أي كيما قلت لك خذينا ساي نسألكم حاجة أخرى صارت اليوم بو باهي لا مش بشرطي هي لا ذكاش عندي باهي أوكي لو 8 ديسمبر 49 فما تعملت أون فونداسيون مهمة اشني الفونداسيون هذه عندها علاقه بقالوا سامي زيد احد الاسئله تشغيل اللاجئين الفلسطينيين برافو لا فوالا يونيف دونك اوفيس دي ايتازوني دو سكور اي ديد بور لي ريفوجي فلسطينيين شو اسمها شو اسمها المنظمه هذه بون لابريفياسيون ما نحفظهاش لينوغوا اللي قلت معناتها نروى يحب هو صحيح وانا غلط انا قلت قبلك معناتها لينوغوا شو تحب نعطيه كتب قبلك مثلا سؤال قلت لك لونيسيف عندك صحفة شربة عدس من عند ماما وين يا المدام المدام هذيك اللي كنت معاها في خدمة وحكيت لي على أنس أنا موافقك طول وعرض لنغوة اسمها طول وعرض اسم لنغوة أي عندي صاحبي ديما يقول القفلة ديما عندي أنا أي وذيك هي القوة متاع كل واحد أنس عنده القفلة القفلة نجمش تحكي معاه أنا توا سؤالي باش أسألكم أنس مع شكون عمل لك سيدا وفين بلاصة وقتاش الموضوع نتاع اليوم اللي يسمع وعندكم كادو لا ما نحبش عندكم كادو كل واحد من المراول نتاع ناس اللي قاعد المدة الفاتت اي عندي سؤال لكم شكون خلط على البابي مشواغ الوان الراز ريحته بالورد والاخضر كله يخضر ريحته يخضر يحرق الاخضر ريحته اه ذا اللي اسمع طيحته في المستوى لا والله والله عندي اسمع عندي سؤال مستوى ورق عندي سؤال انا باش نبني اعمل سؤال اي غازي سؤالي انا باش نسال على ملحن وفنان مصري التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحه من الاول بكل لكنه بعد فضل الاستقاله من الحياه العسكريه ليستطيع العمل معناها في الوسط وفي الميدان الفني هو من مواليد 51 هو فنان باهي معناها ملحن مش مطرب هو ملحن ملح وموسيقار و مصري طبعا مصري بطبيعة حاله ومن أعماله والأفلام عمل تير في السماء وكريستال عام 88 اسكندرية نيويورك عمل هو زاد كيف كيف الفيلم جودة عمل لا. وحزمني يا ماما ما نعرفش كنت تفكروها لا 92 الفيلم المصري معناه عمل برشا حاجات اون بلوس مش ياسر عبد الرحمن لا 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 باش نسمي لك انا شويه اغاني منهم ذكرى اللي انت تحبها برشا عملها ما بنتكلمش فاروق شرنوبي برافو عليك سهلت لك المأمورية على شرنوبي عطيت كراس كراس شرنوبي أي ما بنتكلمش معقولة خلاص ما بنتكلمش الله الله هو معقولة انجليزي على عربي على باكستاني والله برافو غازي والله كي وقت توفيت ذكرى انا وقتها ثلاثة شهور كاسات ذكرى ذيك بتاع الله غالب
حاطتها معناتها مغروم بها من قبل ما تتوفى. وكنت ناوي وقتها باش نمشي كارتاج كي جيت تونس كان جاي الكارتاج وبعد عليها من قبل. انت وكان كلمت نصر الدين رانا مهزينك معانا قابلتها بالكدا. انا كي انا وانا شكون حببني فيها نصر الدين خاطر نصر الدين ما هو ستا ميزيسيان وتكنيسيان دو سون بخاري موسيقى. قلت له نصر الدين مره سالته قلت له نصر الدين شكون ونحكي لك يا طارق قداش 25 سنه وانا صغير 25 سنه. والسؤال الفلسفي قلت له شكون احسن اصوات في تونس. قال لي في رجال صابر ما يعمل اقل واحد يعمل ينشز اقل واحد ينشز يعمل اربع خمسه ويصلح خاطر فهمت شي حاجه من الجمله لوتسي مش ناقزات. هو قال لي هو توا سانقول له قال لي ونسى فما نشات عطيه اللي هي الروح وامينه وذكرى. وانا وقت الذكرى قلت له ذكرى انت معوق ذكرى. قال لي ذكرى قال لي ذكرى من اهم الاصوات في العالم وذكرى راهي قادرة تغني جوسبيل اللي مش ناس كل يغني. على ذكر ما بنتكلمش السؤال الفلسفي الفني شكون مازال ينجم يغنيها الاغنيه ذي تو اليوم؟ يا صعيب صعيب ياسر. عندك فما زوز اغنيات انا تعتبرهم زوز من اقوى جريئه جريئه بالضبط. هاي هو لانه حاضر انا في التفاصيل كنت تقولها زاد كي اما عايز ابقى جريئه قويه برشا جريئه قويه برشا. انا عندي اغنيه اخرى ربما هذيك نحبها برشا ديما نحطها مش نحبها كي نحب نوبخ روحي نحطها اللي هي قول مالك ايه اللي قرالك كي نعمل حاجه ونندم عليها وانا نقول مالك ماني انا مالك انا مالك دو قول مالك ايه اللي قرالك كي تحب حاجه للتوبيخ ابار اغنيه ذات تصويرة تسالي في الصالون الاخراني بار كونتر لا نحب نجاوب على حاجه خاطر انا قال حاجه مش عندها. قال صابر ودرا شنو هو تعرف على شنو يحكي نصر الدين؟ نصر الدين يحكي على الناس كي يدخلوا يغنيوا في الاستوديو اللي وقت اللي في الاستوديو غني ما يعودش برشا. هذوكم نوع ما نجموش زاد راهو ننفيو فما برشا ناس اخرين تعاود لكن هما فنانين بالكدا طبعا. سؤالك الاخر سؤالي الاخراني في التشات فما واحد دخل باش يسرق بانك هذه عملت لا اون معناتها نتاع الصحف العالم فهمتني؟ وتشاد فيسا علاش تشاد 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 صحيح علاش تشاد فيسا تسرق بانكا تسرق بانكا وتشاد ليه ليه معناتها ما حاروش معاه عنده علاقه بالكاميرات سيرفيونس لا حتى علاقه بالكاميرات مش لابس بافيت لا يا اخي شادو شنو ما نعرفش بالك شي برشا الطريقه هو اللي نواب باش يسرق بها الحيله اللي عملها مشى المغابو معناتها عزام عنده اقل النهار وقتاش وكل شيء المغابو عرفت من يمشيوا له المربو عنده خاصيه يقنع فيها في العباده وصدقوا باش يعمل له تلامس وباش يعملوا باش يردوا انفيزيبل دونك خايب روحه صدق خايب روحه ولا ما يتشافش انفيزيبل مشى البنك على اساس انفيزيبل تخلص باش نوفيلكم العباد تخزر له باش نوفيلكم بنكته فما على ذكر السارق فما واحد مشى يسرق في دار وثق بحد كي جا هابط كان ولايت صغير شافه قال له ولايت صغير اسمع هز معاك كرتابتي والكتب نتاعي كاين ما تهزهمش نقوم نسيح ويشدوك الكل يعني يحب يرتاح من القرايه نتاعه. شكرا لكم مستمعينا نتلاقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده.